شو عنا غدا ماما؟ عنا بامية من امبارح. اف ما كانت اللحمة بالصحن اطيب لنا. كنت خليك، مين مسكك؟ ما حبيت اخذلكم. لك يضرب هالنهار معكر من اوله. وانت ليش معصبه كل هالقد؟ اهلك وبتعرفيهم، من يوم يوم هذا نغمون معك، بقى شو اللي جد دخلك؟ ليش شو علاقة اهلي بالموضوع؟ هلا عم تتغشمني علي ولا عم تتشاطري ولا عم تعتبريني حوبي ما بفهم شو اللي صار؟ لكن هدول هدايا هدول؟ كيف اجاهم عين انه يتذكرونا بهالكام تنتوفي هدول؟ رزة؟ ونحن شو قلنا عليهم؟ بعدين مين شافني بعظمي كنت عنده عظيم. لك ما اختلفنا، بس مو يشوفوكي إلك بعظمي ويشوفوا غيرك بخروف مكتف ومحشي كمان. نجيب إذا سمحت ممكن تقفل هالسيرة؟ بس شو بدي أقول لواحد؟ أمك عملت مثل المثل بيقول، الغنية إما لفايتها والفقيرة إما ندابتها. نجيب وأختك فاتن عاملة، أنا غنية وبحب الهدية. وين الرزة تبعك بابا؟ اوعى تضوعها دخيلك، ها، لانه هي ستك جابت لك اياها من نص اسطنبول حبيبي، من نص اسطنبول.